سواعد أردنية مخلصة أقسمت بالإله الواحد على الإنجاز والعطاء والتميز ليكون الأردن على الدوام بعزيمة وإصرار النشامة عنواناً ورمزاً أردنياً شامخاً بالتقدم والنماء. هو الجيش الأردني عنوان النهضة والارتقاء، ومن منابعه تسقى الشهامة والوفاء لوطن عزيز مفتدى شامخاً عاهدناه أن يظل مرفوعاً بالمهج والأروح. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ومن خلال شاشة التلفزيون الأردني وعبر منصات التواصل الاجتماعي نحييكم في حلقة جديدة من برنامج نشام الوطن. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أخبار جديدة وفقرات متنوعة نقدمها لكم الليلة بعد قليل، كونوا معنا. مع عبد الله يدا بيدي لغد نمضي ولبعد غدي، مع عبد الله يدا بيدي لغد نمضي ولبعد غدي، والراية تخفق عالية بسمائك يا أحلى بلدي، مع عبد الله يدا بيدي لغد نمضي ولبعد غدي، مع عبد الله يدا بيدي لغد نمضي ولبعد غدي، والراية تخفق عالية بسمائك يا أحلى بلدي. كما اعتدنا مشاهدينا الكرام، أحدث الأخبار والنشاطات المتعلقة بالقوات المسلحة الأردنية تطلعكم عليها الملازم أول خلود الزبيري. نعم أحمد، شكرا لك. مشاهدينا أخبار عديدة نقدمها لكم ونستهلها بأبرز العناوين، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وإلى أهم وأبرز العناوين في أخبار هذا الأسبوع. الملك يفتتح المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. ولدى وصول جلالة القائد الأعلى موقع القيادة بمنطقة يجوز، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته، وعزفت الموسيقى السلام الملكي، فيما حيت جلالته ثلة من حرس الشرف. وأشاد جلالة الملك خلال جولته في مرافق مقر القيادة بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف أحمد الحنيطي بالجهود المبذولة والاحترافية العالية في تنفيذ المشروع الذي يمتاز بالحداثة والتطور. واستمع جلالته إلى إيجاز من مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية حول المقر الذي يقع على مساحة أرض تبلغ 300 دنم وأنشئ وفقا لأحدث الأسس والمعايير الهندسية. وقدم مدير مؤسسة الإسكان شرحا حول المخطط التنظيمي لمديريات القيادة العامة التي يشملها المقر، والذي يتضمن ميدان مشاة بمساحة إجمالية 10,000 متر مربع، لافتا إلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم المشروع. ودون جلالته كلمة في سجل كبار الزوار عبر خلالها عن فخره واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وتقديره لتضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن الوطن.
وحضر الافتتاح وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد مبارك المزروعي، والسفير الإماراتي في عمان الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، وكبار ضباط القوات المسلحة. إلى الخبر التالي مشاهدينا. رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كتيبة حرس الحدود السابعة الملكية. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة لواركون يوسف أحمد الأحناطي كتيبة حرس الحدود السابعة الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة. واستمع اللواء ركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة حول طبيعة عمل الكتيبة والواجبات والمهام المناطة بها. وافتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة عددا من المباني الإدارية التي تم إنشاؤها حديثا، والتي تهدف لتوفير سبل الراحة لمرتبات الكتيبة وبما يخدم الواجبات المنوطة بها. إلى الخبر التالي مشاهدينا. الأردن ترسل طائرتي مساعدات إلى غزة. أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من خلال خلية المساعدات الإنسانية والإغاثية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، طائرتي مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة. وتضم الطائرتان مستلزمات طبية وأدوية لتقديم الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة نتيجة لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. ووصل مجموع الطائرات المرسلة إلى أهلنا في غزة منذ بداية الأحداث إلى 45 طائرة و248 شاحنة من المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية والإغاثية. إلى آخر الأخبار مشاهدينا وإلى المنطقة العسكرية الشرقية. وفد من أعضاء مجلس الأعيان يزور قيادة واجهة المنطقة العسكرية الشرقية. زار وفد من أعضاء مجلس الأعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز قيادة وواجهة المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة وقادة التشكيلات. وعبر قائد المنطقة عن تقديره وشكره لهذه الزيارة التي تعد فرصة للإطلاع عن كثب على المهام والواجبات العديدة التي تنفذها وحدات حرس الحدود في حفظ وضبط الحدود لكي يبقى الأردن آمناً مستقراً. وجلى رئيس مجلس الأعيان والوفد المرافق على واجهة المنطقة، واستمعوا خلال الجولة إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تنفذها وحدات حرس الحدود. إلى هنا مشاهدينا وصلنا معكم إلى نهاية أخبار هذا الأسبوع. عودة الآن إلى الزميل أحمد الشوابكة. شكرا خلود أفت. العفو. مشاهدينا. واحد من أكثر 10 أمراض منتشرة حول العالم. مرض هشاشة العظام المعروف باسم المرض الصامت. صعوبة اكتشاف هذا المرض رغم نسبة الإصابة الكبيرة به التي جعلت من تشخيصه قضية. للحديث أكثر مشاهدينا عن هشاشة العظام ننتقل وإياكم إلى فقرة قضايا وآراء معك أحمد. شكرا خلود أفندي. وللحقيقة والجانب الإيجابي والمضيء أنه لدينا فريق متخصص في الخدمات الطبية الملكية للإشراف على المرضى الذين لديهم مرض هشاشة العظام. مرض هشاشة العظام لتفاصيل أكثر خلود أفندي والمشاهدين الكرام بعد قليل نرحب بالضيف ونبدأ الحوار، كونوا معنا. العظام مشاهدينا الكرام في علم الطبابة بأنها نسيج حيوي صلب دائم التجدد، ويعتمد بناؤه وتكوينه على مجموعة من الفيتامينات، فيتأثر بنقصها ويتضرر بزيادة إفراز هرمونات معينة، والنتيجة إصابة الهيكل العظمي باعتلالات غير واضحة كهشاشة العظام. لفهم المزيد عن هذا المرض الصامت، تشخيصه، أسبابه وطرق العلاج والوقاية منه، يسعدني استضافة رئيس اختصاص المفاصل وعلاج الألم في مركز التأهيل الملكي بالخدمات الطبية الملكية المقدم الطبيب رعد جرادات. مساء الخير دكتور. مساء الورد أحمد.
هلا فيك دكتور. هشاشة العظام كمصطلح بدأ شائع حول العالم، والنتيجة أو السبب هي الزيادة الطردية أو العالية في نسب الإصابات. بداية دكتور، ما هي أو ما هو مرض هشاشة العظام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أحمد على هذه الاستضافة. بداية قبل ما نحكي شو هي الهشاشة، لازم نعرف شو هو العظم. العظم هو عبارة عن نسيج حي بشكل الهيكل العظمي للإنسان، بتكون من عدة شغلات، له طبقة داخلية، طبقة خارجية، في أوعية دموية، في معادن يعني عدة في العظام. في العظام. وبتكون من نخاع العظم اللي بيطلع منه الخلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. طبعاً بتكون العظم أيضاً من خلايا بانية وخلايا هادمة. الخلايا الهادمة بتهدم العظم، الخلايا البانية عن طريق الكولاجين ومعادن أخرى بيمتزجن مع بعض بالإضافة للماء، بيكون مخلوط صلب يدعى هيدروكسي أبيتايت، هو هنا بيكون العظم الجديد. أوكي؟ مع الوقت وتقدم العمر الخلايا الهادمة بتصير أسرع من الخلايا البانية، ومن هون بضعف العظم وبصير عندنا مسمى هشاشة العظام. فهو مرض مزمن يصيب العظم ويضعفه مع الوقت ويسبب الكسور. طب شو أسبابه دكتور؟ شوف، أسباب هشاشة العظام له أسباب كثير، وفي له أنواع كثير. الأنواع الأولية وهي 95% من هشاشة العظام سببه تقدم العمر، مثلا النساء بعد سن انقطاع الدورة الشهرية، والرجال بعد سن 75 سنة. هذول أكثر أسباب الهشاشة الأولية. في هشاشة ثانوية بيكون لها عامل معين كمرض أو نوع علاج معين بشكل مباشر أو غير مباشر. طب الجينات أو العامل الوراثي لها علاقة بوجود هشاشة عظام دكتور؟ طبعا أكيد، هاي المسمى عوامل الخطر. عوامل الخطر في منها عوامل متغيرة أو قابلة للتغيير، وفي عوامل ثابتة. بمعنى؟ العوامل الثابتة اللي إحنا ما بنقدر نتحكم فيها، مثلا الجنس ذكر أو أنثى، ماشي، ما بنقدر نتحكم فيه. العمر، تقدم العمر، ما بنقدر نوقف العمر أكيد. شكل الهيكل العظمي، في ناس بنيتهم ضعيفة نحيلة، ماشي، بتسبب عندهم هشاشة بشكل أكبر. بالإضافة للعامل الوراثي، مثلا الأب الأم الجد عنده هشاشة، بتكون نسبة الهشاشة أو الناس مصابين يعني معرضين أنهم ينصابوا فيها أكثر. طب هل من مراحل دكتور ما قبل هشاشة العظام؟ طبعا هاي مشان شخص هشاشة العظام، أوكي، في مرحلة، في جهاز أشعة بدعى جهاز قياس كثافة العظم اللي هو ديكسا سكان. الديكسا سكان بقيس كثافة العظم في مناطق محددة، العمود الفقري وعظم الحوض. طبعا ليش اخترنا هذول الشغلتين؟ لأنه أول شغلات ممكن تسبب الهشاشة اللي هي العمود الفقري، أو تصيب العظام بالهشاشة اللي هي فقرات العمود الفقري بالإضافة لعنق الفخذ. من قيس كثافة العظم بدرجات محددة، مثلا ناقص واحد طبيعي، ناقص واحد لاثنين بوينت فور ماينس بيكون ترقق عظام أو لين في العظام، مرحلة ما قبل الهشاشة. أكثر من ناقص 2.5 بيكون في ليونة. أقل من هيك أو أكثر يعني من ماينس 2.5 بيكون هشاشة عظام. طيب في حال وجود هشاشة عظام كيف نشخص المريض؟ أول شيء بناخذ الحالة المرضية للمريض، أهم شيء نسأله إذا في عنده كسور سابقة، تعرض لحادث يعني ما متوقع أنه صار عنده كسر وصار عنده كسر، تمام، التغذية تبعته وأشياء كثير بنسأله بشكل عام. التغذية بالمناسبة دكتور لها علاقة أو تأثير طبعاً كبير؟ طبعاً، في مثلاً روتين الغذاء الطبيعي عند جسم الإنسان لازم يحوي على كالسيوم، فيتامينز، كل المعادن اللي بيحتاجها الجسم. في ناس يعني طبيعة غذائهم مش صحي، فبكون معرضين أكثر أنه صار عندهم هشاشة لأنه الكالسيوم غير كافي بالجسم. شو أكثر الفئات دكتور المعرضة للإصابة؟ طبعاً النساء أكثر من الرجال، يعني كل 3 نساء بصيب امرأة. شو السبب؟ أول شيء الهيكل، التكوين الهيكل الجسمي تبع المرأة أقل من الرجل، أوكي. ثاني شيء الهرمونات، انقطاع الدورة الشهرية بعمر محدد، ماشي، بقلل من مستوى الأستروجين والبروجسترون في الجسم،
بيكون عرضه انهم ينصابوا اكثر من الرجال. هذا بخصوص النساء. النساء. الرجال غالبا تقدم العمر، تقدم العمر بعد 75 سنه، وثاني شيء هرمون الذكوره بعد عمر محدد بقل عند الرجل، فممكن يسبب له هشاشه العظام. طيب بخصوص الخطوره، يعني اسمح لي اسالك انه مدى خطوره هشاشه العظام دكتور؟ شوف اخ احمد، خطوره الهشاشه العظام ما بتكمن بنفس المرض نفسه، تمام، لانه عباره عن مرض صامت. هون الخطوره تبعته انه صامت، متى ببين؟ ببين اذا صار في كسر او واحد من مضاعفاته. مثلا بيجينا ناس كثير بيشكي بيقول انا طولي قصر 5 سم وصار عندي انحناء للامام بالعمود الفقري، تمام، بنعمل له صوره عاديه ببين انه في انضغاط بالفقرات او كسور منضغطه في الفقرات نتيجه هشاشه العظام. هون خطوره المرض، يعني في المضاعفات. في المضاعفات. طيب دكتور، يعني ممكن الواحد يجد نفسه معه هشاشة عظام يعني بالصدفة، يعني بيروح يراجع عشان كسر أو مرض آخر يتفاجأ أنه في عنده هشاشة عظام؟ طب بالحالة هاي شو يعمل المريض؟ كيف يتنبأ أو كيف؟ المريض بشكل عام أو الإنسان الطبيعي بشكل عام بعد عمر محدد، الرجل بعد 65 سنة والأنثى بعد انقطاع سن الطمث اللي هي الدورة الشهرية، لازم تعمل روتين، فحوصات روتينية مشان تكشف هشاشة العظام. أوكي، من ضمنها الفحص الروتين للكلى او للكبد، فحص قوه الدم لانه في فقر الدم كثير بسبب هشاشه العظام او واحد من اسباب هشاشه العظام. منظمه الصحه العالميه وعت الناس بيوم 20/10 اتوقع هذا اليوم توعيه بهشاشه العظام، للدلاله على انه هذا المرض يعني اكثر انتشارا واصبح من اكثر الامراض انتشارا حول العالم. صنف هذا المرض انه واحد من 10 امراض، اكثر 10 امراض انتشارا حول العالم. طيب دكتور، بس بدي اجابه دقيقه اذا سمحت لي على السؤال، انه كيف ممكن المريض يكتشف نفسه بالنسبه للرجال والنساء؟ يعني شو الاعمار المناسبه اللي تحتم علينا نروح نتجه لفحص حتى نتجنب سلبيات المضاعفات؟ جميع النساء بعد انقطاع الدوره الشهريه لغاية عمر 65 سنة إذا كانوا معرضين أو عندهم عوامل خطر اللي ذكرناها سابقا، وجميع الرجال ماشي بعمر 55-65 إذا كان عندهم عوامل خطر ضروري أنهم يتوجهوا ويعملوا صورة هشاشة عظام. طيب متى تصبح الهشاشة خطيرة دكتور؟ شو المرحلة اللي ممكن يصلها الإنسان خطيرة؟ لا سمح الله طبعا. إذا ترافقت الهشاشة تصبح خطيرة إذا ترافقت كسور أو ما تعالجت بشكل صحيح من البداية. نعم دكتور، احنا حكينا عن كل هذه التفاصيل ما قبل مرحلة العلاج. بخصوص العلاج، غير العلاج الدوائي شو ممكن يقدم للمريض؟ علاج هشاشة العظام بشكل عام، أول ما نشخص مريض هشاشة العظام بنبدأ معاه بالإجراءات اللي لازم تنعمل من البداية. أول شيء نوديه على العلاج الطبيعي، أوكي، العلاج الفيزيائي، العلاج الوظيفي، نوديه على مستشار التغذية مشان يحكي له شو الأدوية، شو الغذاء المناسب لهشاشة العظام. الشغلة الثالثة بنبدأ بالعلاج الدوائي للمريض. طبعا العلاج الدوائي للمريض مش كل مريض بنعطيه أدوية هشاشة العظام، هسا كل المرضى بنعطيهم كالسيوم فيتامين دي. ليش مش الكل دكتور؟ إذا المريض تشخص بليونت عظم وما عنده أي عوامل خطر للهشاشة العظام، ما من يعني عرضه لمضاعفات الأدوية اللي ممكن تسببها، يعني ممكن يكون في للأدوية مضاعفات. طبعا إشي أكيد. يعني هسا مرضى هشاشة الليونة العظم وهشاشة العظام اللي غير مترافقة بعوامل الخطر بنعطيهم كالسيوم حسب احتياجهم، اللي هو كل إنسان بيحتاج 1000-1200 ملي جرام من الكالسيوم يوميا. العلاج الثاني اللي هو فيتامين دي، لأنه بدون فيتامين دي الكالسيوم بيظل بالدم، ما بنسحب من الدم، بتودع العظام بقوية، فالفيتامين دي مهم. كل إنسان بحاجة ل 600-800 وحدة دولية من فيتامين دي يوميا. طيب إحنا أيضا دكتور بدنا نذهب والسادة المشاهدين بمعيتك طبعا إلى قسم العلاج الفيزيائي في مركز التأهيل الملكي لنستمع وإياك والسادة المشاهدين لمجموعة من النصائح، نتابع. في قسم العلاج الطبيعي في مركز التأهيل الملكي نستقبل العديد من حالات هشاشة العظم لمختلف الفئات العمرية، تحديدا بعد سن 35-40 سنة من كلا الجنسين، لكن بالغالبية العظمى من المريضات السيدات.
لذلك نتيجة التغييرات الفسيولوجية اللي تطرأ على أجسامهم. التدخلات العلاج الطبيعي مع حالات المرضى اللي يعانوا من الهشاشة، الهدف الأساسي منها حماية الجهاز الهيكلي العضلي من الكدمات أو ما ينتج عنه من إصابات طفيفة قد تؤدي إلى الكسور في مناطق تستدعي لحالات جراحية. هاي التدخلات راح تكون بالأساسية التمارين اللي تهدف لتقوية العضلات، تحسين المجال الحركي للمفاصل، المحافظة على اللياقة البدنية بشكل عام وليونة المفاصل حتى لا تتعرض لضغط زائد من أعباء الحياة، سواء كانت السيدة هي ربة منزل أو عاملة بمجال معين. دور العلاج الطبيعي راح يكون له نتائج كثير رائعة على صحة الإنسان الذي يعاني من الهشاشة، وسهل جدا إنه المريض يقوم بالتمارين حتى في المنزل التي لا تستدعي لوجود آلات معينة للتمارين لتقوية العضلات. ونصيحتنا للجميع، صحتنا أمانة يجب الحفاظ عليها، والهشاشة مرض سهل جدا نتعامل معه، نشكل وقاية ونعالج أعراض الناتجة عنده، ونتمنى السلامة للجميع. أهلا بكم مشاهدين، أهلا وسهلا دكتور رعد. حياك الله. يا سيدي، أنا سمعت أنه في مجموعة من الناس تأخذ أدوية بدون استشارة الطبيب، وهاي الأدوية ممكن أنها تؤدي إلى مرض هشاشة العظام، ما صحة هذا الكلام دكتور؟ صحيح حكيك، في ناس بتأخذ أدوية هيك بفكروا أنها ما إلها مضاعفات. في أدوية كثير ما بعرف المريض ما بعرف أنه ممكن تسبب هشاشة العظام. من هاي الأدوية مثل مضادات الحموضة العادية، أي واحد بأخذ مضادات حموضة أو أدوية المعدة بتسبب هشاشة العظام. أدوية الكورتيزون، الكورتيزون واحد من أهم الأدوية اللي ممكن تصيب الإنسان بهشاشة العظام. أدوية الاكتئاب، أدوية كثير ممكن يأخذها الإنسان وهو ما يعرف أنه ممكن تعمل هشاشة العظام. 100%. يا سيدي، يعني في الختام دكتور، إحنا متفقين أنه على الإنسان أنه أول شيء يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب، ضرورة مراجعة الطبيب بشكل دوري، وهاي الفحوصات الطبية المهمة تجنبا لمضاعفات هشاشة العظام، وأيضا الأدوية تكون باستشارة الطبيب، يعني ما يكون في اجتهاد شخصي. 100%. أنا حاب أشكرك بالختام وشكرا لحضورك معنا. حياك الله. شكرا يا سيدي، ودرهم وقاية بالتأكيد خير من قنطار علاج. بعد قليل باقي فقراتنا شامل الوطن مشاهدين. مؤسسة علمية أردنية تعنى بالأمن والدفاع الوطني في عصر العولمة، قدمت للوطن كوكبة من القيادات الواعدة التي تلقت في رحابها تأهيلا علميا وفكريا راقيا ومتقدما ينسجم مع متطلبات العصر. نعم أحمد، كلية الدفاع الوطني والتي تهدف في برامجها العديدة إلى إعداد وتأهيل عناصر قيادية منتخبة من القطاعين العسكري والمدني في مجال الدراسات الدفاعية. لنتعرف عليها أكثر مشاهدينا مع الزميل علي عبادات في هذا التقرير، لنشاهد. مؤسسة علمية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، ذلك الصرح الذي يحتل المكانة المرموقة بين الكليات العسكرية العالمية وسيظل النشام فيها مثال يحتذى في البذل والعطاء وبناء الصروح ورسم الصورة النقية لأردن المجد. رقيب أول على عبادات، إلى استديو نشام الوطن. يا جيشنا نعتز بخربك، يا جيشنا يا حامي وطنك.
ماض مجيد وحاضر مشرف ومستقبل مشرق وبطولات تروي حكاية عشق عنوانها الحب والإخلاص. من ذاكرة الجيش نستذكر معكم مشاهدينا الكرام صور الوفاء وتضحيات الأباء والأجداد التي ساهمت في بناء الوطن ليغدو كيانا شامخا وطودا عظيما يسامي الذرة. والآن متابعين مع فقرة من ذاكرة الجيش لنستذكر معكم وبكم مواقف وبطولات جيشنا الباسل. نتابع. سلام عليك أيها الوطن الأشم، يا من ارتوت سهولك وكل رقعة من ترابك الطهور بدماء شهدائك الأبرار. نعم، سلام على الجيش أينما حل، والسلام على أرواح الشهداء الأبطال. والآن مشاهدينا مع فقرة شهداؤنا وسيرة الشهيد البطل الطيار حازم حسونة. ما عنديش غيره، هو وحيد يعني إليه، ودخل التحق لسلاح الجو في 2007. ربيته انه يكون رجل من هو صغير، ربيته انه يكون يعني قد حاله، يتحمل المسؤولية. كان محبوب، سحاب محبوب بين اولاد عمامه، كان زي اخوهم، محبوب بالجيش، محبوب برا، محبوب عند اصحابه. في احداث كثير يعني لو بدي احكي لك اياها بطول كثير، ما يعني العس الإشارة كان يساعدهم، اللي يشوفهم محتاجين يساعدهم. اكتشفت بعد الاستشهاد انه كان معطي بيوت فاتح للارامل، بس ما قدرتش اوصل منهم. سلام عليك يا حازم، فلترقد امنا في ثرى الاردن الطهور، قر عينا ولا تبتئس، فقد امسى الغر الميامين، اهلا لك. لما نزلت الطياره فيهم سقطت، كانت بحدود الساعه 7:10 المغرب. خالتي ساكنة سكان السلط، فقالت لي توجهنا إحنا ودار أبو رمان على المنطقة اللي هم وقعوا فيها، فعرفنا إنه في طيارة. سمعنا صوت ناس بينادوا بقول يا الله يا رب يا الله يا ناس يا الله. كانوا اثنين، قلت لك زي ما حكيت لك اثنين عايشين، بس حسين كان يعني صاحي أكثر من حازم. حازم كان يقول يا رب يا رب، فحسين النجداوي كان يقول اتركوني أنا اتركوني وامسكوا حازم، حازم أخوي، حازم ما فيش شيء له أخو، حازم يعني أنا أخوه، شوفوا حازم، انقذوا حازم بعدين تعالوا لي، أنا ما فيش شيء. استرح، فقد جئت من رباط طويل، وامكث هنا حيث وطنك الحق، وسنبقى نحن على ما عهدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وتأتي على رأس هذه المساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم خلود أفندي، المقدسات الإسلامية هي جزء من عقيدتنا وديننا، وحظيت الوصايا الهاشمية عليها باهتمام كبير. في فقرة الكلم الطيب يحدثنا فضيلة الإمام الملازم سيف الدين المحسن أكثر عن المقدسات الإسلامية والوصايا عليها. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. إخواني، كان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، لذلك حرص الصحابة إخواني على القرب والاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا من علمه وليهتدوا بهديه ولينقلوا لنا ما تعلموه منه صلوات ربي وسلامه عليه. وإن من أعظم ما تعلمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم إخواني حب المقدسات الإسلامية والتعلق بالمقدسات الإسلامية. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بالمسجد الحرام لأنه أعظم مسجد على وجه الأرض،
ففيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الصلاة تعدل 100,000 صلاة. ثم ذكر لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، والذي سمي بالمسجد النبوي لأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى. ومن منا إخواني إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أحبابي، إن المسجد الأقصى مسجد مبارك، وفلسطين أرض مباركة، والأردن أرض حشد وحشر ورباط، ونحن نرى من دم شهداء الجيش العربي المصطفوي الذين ارتقوا شهداء في باب الواد وفي اللطرون وفي غيرها من المعارك. أيها الأحبة، لابد أن نستغل هذا المنبر للتذكير بأن صلاح الدين لن يعود إلا بصلاح الدين. أما الواجب إخواني تجاه إخواننا في فلسطين وتجاه القضية الفلسطينية، أولا أن نعود إلى رب العزة جل وعلا، فنحن قوم كما قلنا سابقا أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ثانيا إخواني، أن نربي أبناءنا تربية إيمانية إسلامية صحيحة ملؤها مشاعر العزة والكرامة من خلال ربط الأجيال بالقدس الشريف والقضية الفلسطينية. ثالثا إخواني، الدعاء والصبر حتى يأذن الله تبارك وتعالى لنا باستعادة أقدس مقدساتنا. ختاما أحبتي، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ بلدنا الأردن سخاء رخاء آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. هم النشامة يتفوؤون دوما ظلال العشق الهاشمي، يعاهدون قائدهم الأعلى أن يبقوا درع الأمة وأملها في الدفاع عن الحق وصون الكرامة. جنود أوفياء ورجال أقوياء يسيرون على النهج ذاته، يسيجون الوطن بسياج محبتهم وقوتهم في كل يوم إنجاز، ليبقى أبطاله العيون الساهرة التي لا تنام. إلى هنا مشاهدينا الكرام، ننهي معكم فقرات برنامج نشام الوطن. إلى ذلك الحين، نراكم الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء.